العزيز المدير الاقليمي للفلاحه بتيزنيت، فاولا تنشكر الجسم الاعلامي على الاهتمام ديالو بايام تيزنيت بمدينه اكادير. هذا التظاهر اللي غتبدا ان شاء الله من غدا، فبالنسبه لنا في قطاع الفلاحه فما يهمنا هو التعريف بالتعاونيات الفلاحيه وكذلك الصناعه التقليديه، وكذلك اننا نعرفوا بالمجهودات ديالهم ونشجعوهم باش ممكن انهم يعطيو اكثر في المستقبل. في هذا الاطار فبالنسبه للتعاونيات المشاركه فعندنا في قطاع الفلاحي 30 تعاونيه، هاد 30 تعاونيه كلها حاصله على شهاده لونسا. بالنسبه للترويج للمنتوجات ديالهم فهما اقتحموا مجموعه نتاع الاسواق مؤخرا، ولكن تيبقى انه ضروره التعريف بهذا القطاع. بالنسبه للصناعه التقليديه فهناك 20 تعاونيه اللي مشاركه وهي كذلك حاصله على الشاره، وهنايا فحنا تنشجعوا جميع القطاع يعني خصوصا التعاونيات انهم يتجمعوا وانهم يحصلوا على لي زاغريمون نيسيسير، الترويج ديالها يكون بواحد الطريقه كبيره. هذا المعرض فهو ولا هذه التظاهره فهي فرصه كذلك للتعريف بالانجازات اللي عندنا والتعريف بما تزخر ما يزخر به الاقليم على الصعيد الفلاحي وكل ما يمكن انه يوفروا في هذا المجال، دون ان ننسى يعني القطاعات الاخرى. وراه يمكن السي عبد الله الغازي راه ممكن انه يهضر على القطاعات الاخرى. شكرا.